من وكالة رويترز تحديدا والحديث عن الشأن المصري. العنوان في رويترز بيقول تنظيم الدولة الإسلامية يوسع هجماته في مصر إلى خارج سيناء. ده تقرير تحليلي عن الأوضاع وتطور زي ما هم بيقولوا في رويترز ما تقوم به داعش أو اللي هم بيسموها تنظيم الدولة من عمليات في مصر. وفقا للتقرير يقال أنه التنظيم المتشدد وضع عدد من الصور لعدد من الضباط والجنود سواء في الجيش أو الشرطة في مصر، وحطوا جنبها شعارات أنهم مطلوبين وأماكن سكنهم، وبيقولوا أنه ده كان أول تحليل يؤكد أنهم بدأوا يتحركوا خارج سيناء، وأنهم وضعوا هذه الصور وهؤلاء الجنود من الجيش والشرطة على باستخدام موقع تيليجرام اللي هم دائما ما يستخدموه. أيضا استشهدوا بمسألة أخرى رويترز بالحادث الأخير الإرهابي بتفجير الكنيسة البطرسية اللي تبنته داعش منذ أيام. لكن ضمن التحليل بقى اللي موجود في هذا التقرير على رويترز الحديث عن أنه الرئيس السيسي نفى أن يكون قصور أمني سبب في الهجوم اللي وصفه بأنه عمل يائس. هم مش بيتكلموا طب هو فعلا هو قصور أمني ولا لا، طب هل في قصور أمني في أماكن أخرى في العالم يحدث فيها هذه العمليات؟ هم شايفين أو بينتقدوا النفي بوجود قصور أمني. ده رقم واحد. رقم اتنين الحديث عن الارتباط ما بين العمليات الإرهابية في مصر في أي مكان كان وبين تنظيم الإخوان. يتحدثون لأول مرة رويترز عن هذا الموضوع وبيقولوا أنه بيلقوا باللوم يبدو عليه الجانب النظام المصري، بيقولوا أنه السيسي لا يفرق بين جماعة الإخوان اللي بتقول أن نشاطها سلمي وبين تنظيم الدولة أو داعش. وراجعين بيقولوا أنه هذه الجماعة أو جماعة الإخوان من وجهة نظرهم بتنفي أي صلة لها بأي عنف وأنها لا ترتبط بأي من هذه الهجمات. لكن هذا التحليل يخلو تماما من أي حديث عن اعترافات مفصلة موجودة ومنشورة في كل مكان عن حسم أو غيرها لواء الثورة والتسميات الكثيرة عن هذه الجماعات الصغيرة اللي جميعها أعضائها ينتمون لتنظيم الإخوان. لا أحد يتحدث في هذا الموضوع، ولكن يقال أنه أو حسب هذا التقرير في رويترز بيقولوا أنه عادة ما تكون داعش ضد جماعة الإخوان في إشارة ربما للدفاع عن إنه هذه العمليات يعني بعيدة تماما عن تنظيم الإخوان، وإنه هم بيصلوا إلى حد وصف الإخوان بالمرتدين لنفي أي صلة بين ما يحدث من إرهاب في مصر وبين تنظيم الإخوان من وجهة نظر هذا التقرير في رويترز أيضا.